السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب السادس الإعدادي الفرع التطبيقي، أهلاً وسهلاً بكم في أسئلة مادة الرياضيات الامتحان التمهيدي اللي جرى بتاريخ يوم الخميس بتاريخ 9/2/2023. ملاحظة: الإجابة على 5 أسئلة فقط ولكل سؤال 20 درجة. سؤال أول: فرع أي جد المقياس والقيمة الأساسية للسعة للعدد Z يساوي لنا 4+2IW+2IW تربيع على 3-IW تربيع ناقص IW. فرع بي جد معادلة القطع الناقص الذي مركزه نقطة الأصل وإحدى بؤرتيه هي بؤرة القطع المكافئ ومجموع طول محوريه يساوي لنا 36. السؤال الثاني: مكعب صلد طول حرفه 8 سنتيمتر مغطى بطبقة من الجليد بحيث شكله يبقى مكعبا، فإذا بدأ الجليد بذوبان بمعدل 6 سنتيمتر تكعيب على ثانية فجد معدل النقصان بسمك الجليد في اللحظة التي يكون فيها السمك 1 سنتيمتر. ب من مستقيم غير عمودي على مستوى معلوم يوجد مستوى وحيد عمودي على المستوى المعلوم، برهن ذلك. السؤال الثالث: أجب عن فرعين مما يأتي. أول: أي جد مساحة المنطقة المحددة بالمنحنيين Fx يساوي لنا كوساين اكس وGx يساوي لنا ساين اكس والفترة بين سالب باي على 2 وباي على 2. فرع ب جد نقطة أو نقاط تنتمي للقطع الزائد واي تربيع ناقص اكس تربيع يساوي لنا 3 بحيث تكون أقرب ما يمكن للنقطة 0 و4. سي حل المعادلة التفاضلية تان تربيع واي دي واي يساوي لنا ساين تكعيب اكس دي اكس. السؤال الرابع: أجب عن فرعين مما يأتي. أولاً: جد معادلة قطع مخروطي رأسه من نقطة الأصل وينطبق محوراه على المحورين الأحداثيين واختلافه المركزي يساوي 3 ويمر بالنقطة 0 و2. فرع ب كرة حجمها 84 باي سنتيمتر تكعيب جد قطرها بصورة تقريبية باستخدام نتيجة القيمة المتوسطة. سي ليكن أي بي سي مثلثاً وليكن أي بي سي عمودي على اي اف وسي اف عمودي على بي دي وسي اي عمودي على بي اي، برهن ان سي اي اف عمودي على بي اي وسي اي اف عمودي على اي دي. السؤال الخامس: جد تكامل كل من ما ياتي. تكامل 1+tan تربيع اكس دي اكس على تان تكعيب اكس تكامل من 0 إلى 1 1+expansion يعني اي اكس كل تربيع expansion اكس دي اكس. عندنا إذا كانت للدالة y يساوي لنا x تربيع زائد ax تربيع زائد bx، نهاية عظمى محلية عند x يساوي لنا -1 ونهاية صغرى محلية، جد قيمة كل من a و b تنتمي إلى r. السؤال السادس: أجب عن فرعين من ما يأتي. أرسم باستخدام التفاضل منحنى الدالة fx يساوي لنا x تكعيب ناقص 3x تربيع زائد 4، كون المعادلة التربيعية التي جذراها 3a على أوميجا تربيع بارزة ناقص 3 على أوميجا تربيع على I. أثبت أن Y تساوي لنا X لان المطلق X ناقص X وX دي Y على دي X يساوي لنا X زائد Y حيث X أكبر من الصفر. هذا كل ما موجود في الأسئلة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. وشكرا جزيلا لكم.